وتنظن أن التشكيلة عرفات غياب حكيم زياش هو الغياب اللي ما عنديش ليه تبرير أنا، يمكن الناخب الوطني هو اللي عنده تبرير لهذا الغياب، لأنه حكيم زياش ولا ضروري في المنتخب الوطني. كاين غياب ديال سفيان الرحيمي تا هو تيجيني أنا غريب، لأن سفيان الرحيمي سهل أنه يكون في المنتخب الوطني، زائد بعض اللاعبين اللي كاين في البطولة الوطنية يمكن لأنهم كانوا مرتاحين وعاد دخلوا شي بريباري، وداك الشيء علاش ما عولش عليهم في هذه المقابلة، في هذه جوج مقابلات هذو. المنتخب المغربي تيبقى عنده اسم كبير في القاره الافريقيه، واللي كان واجد راه يدافع على الرايه الوطنيه، انما كاين بعض الاسماء اللي خاصهم يكونوا دائما، كما تنقولوا النواه ديال المنتخب الوطني خاصها تبقى ديما، ونضيفوا عليهم اللاعبين اللي كيبرزوا في الدوريات الاوروبيه.